يقول عندي أموال عند الناس ديون، بعضهم يسددون أقساط شهرية وبعضهم يماطلون، هل هذه الأقساط عليها زكاة؟ وهل الذي لا يسدد شهريا يعتبر مماطل؟ الديون التي لك على الناس إذا كانت يرجى حصولها وتسديدها منهم فهذه مثل المال الذي بيدك تزكيها. أما الديون التي على مماطلين أو معسرين ولا تدري هل تأتي أو ما تأتي، لا تدري هل تحصل عليها أو لا تحصل، فهذه لا يجب فيها زكاة حتى تقبضها. إذا قبضتها فإنك تزكيها عن سنة واحدة، سنة القبض. نعم.